إذا كنت تشرب المشروبات الغازية الدايت، فلنرى كيف تؤثر بصحتك على المدى الطويل. منظمة الصحة العالمية أعلنت عام 2023 أن أسبرتام المستخدم في المشروبات الغازية الخالية من السكر مسبب للسرطان على الأرجح للإنسان. وقبلها عام 2022 قالت أن التجارب العشوائية أظهرت المزيد من فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين استخدموا المحليات الصناعية، ولكن الدراسات وجدت أن استهلاك مشروبات الدايت يرفع احتمال الإصابة بالسمنة بنسبة 76%، وقد أدى هذا إلى توصية منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المحليات الصناعية لإدارة الوزن. هناك أدلة على أن المحليات الصناعية تهيج بطالة الجهاز الهضمي، ما يسبب أعراض القولون العصبي. وقد ارتبطت كميات كبيرة من المشروبات الغازية الخالية من السكر أيضاً بأمراض الكبد. تحتوي العديد من المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك وحمض الستريك، والتي تؤدي إلى إتلاف ميل الأسنان وتساهم في تآكلها.